هعمل طريقه بتاعتي اللي انا دايما بعملها اللي هي بالسمنه الساقعه، وبعدين قيس فجاه بالليل وانا بجهز حاجه الكحك والنسخ والكلام ده جت في بالي ان انا هغير شويه عن الطريقه. هي نفس المقادير بالظبط، مفيش اي اختلاف، بس الفكره في تغيير الطريقه بس. المقادير هي اللي بشتغل بيها بقالي اكتر من 5 سنين، ما غيرتهاش ولا هغيرها اعتقد، يعني فرق بس في ترتيب الخطوات. تعالوا نسمي بسم الله ونشوف مقادير النهارده الكحك بتاعنا ايه. معايا كيلو دقيق، معايا ده كده مقدار لكيلو دقيق، عشان عايز تعملي اقل هتقسمي المقدار للنص مفيش اي مشكله. كيلو دقيق، معايا نص كيلو سمنه، معايا معلقه زائد معلقتين كبار كمان، يعني كده عندي السمنه نص كيلو زائد معلقتين هتبقى 550 جرام. ده كده الكحك اللي احنا هنعمله كحك ناعم، مش اللي هو فيه قرمشه شويه، لا الكحكايه الدايبه. عايزه الكحك يبقى عادي يعني مش ناعم قوي، هتعملي ايه؟ هتخلي السمنه بتاعتك نص كيلو، يبقى كيلو دي بياخد عندي نص كيلو سمنه ومعلقتين كبار كمان عشان انا بحبه ناعم بصراحه بزياده، فيعني بالنسبه لي معلقتين كبار على النص كيلو حلو جدا. كوبايه لبن ساقع، وهقول لكم ليه ساقع، احنا متعودين احنا بنعجن اللبن بميه دافيه عشان ننشط الخميره، هقول لكم بقى التكه النهارده في ايه. يبقى قلنا كوبايه لبن ساقع، ومعايا تلت كوبايه سكر بودره، معلقه 2 معلقه كبيره سمسم محمص، ومعلقه كبيره خميره يعني حوالي 10 جرام، و2 معلقه صغيره ريحه الكحك. ومعلومه مهمه، لو انت بتستخدمي سمنه بلدي صافي ممكن اصلا تستغني عن ريحه الكحك مفيش اي مشكله، يعني مش شرط، فخدوا بالكم عشان في ناس كتير مش متوفر عندهم ريحه الكحك. يبقى قلنا معلقتين صغيرين ريحه الكحك، معلقه وربع صغيره بيكنج باودر حوالي 5 جرام، وشربات نعناع. بصوا بقى اللي جاي ده ركزوا، شربات نعناع وشربات فراوله ولون طعام غذائي احمر واخضر وسكر. احنا في العادي الكحك بتاعنا اللي هو الكحك العادي خالص الابيض ونرش عليه شويه سكر بودره والكلام ده، وشفنا برضو السنه اللي فاتت كانت فكره السكر الملون كانت موجوده على الفيسبوك يعني بانتشار رهيب. طيب انا مش عايزه مجرد ان انا ارش شويه سكر بودره ملون والموضوع كده بالنسبه لي انتهى والكحك ما زال بنفس الطعم، فانا بقى فكرت كده قعدت يعني اشغل دماغي ان انا هعمل كحك بالفراوله وكحك بالنعناع. طبعا ده يعني غيرنا خالص اصول الكحك، الناس هتنتقد ممكن تقول لك لا يا توتا الكحك عندنا سمنه وسكر والكلام ده مفيش طعم، بس ده عاملاه للولاد، يعني انا عندي لما عملته في البيت والولاد شافوا الالوان شمروا كده ودخلوا ساعدوني في شويه الكحك اللي احنا عملناه، فده للاطفال، اللون مع الطعم حلو جدا جدا وسهل وبسيط، هنغير بس حاجه بسيطه في المقادير بتاعت الكحك، لكن عندي ثوابت ما اتغيرتش، انا بس هضيف حاجات، لكن عندي الاساسي ثابت زي ما هو، شايفين ده اللي هو بالنعناع واللي بالفراوله الثانيه ما لحقتش بقى ارصه قبل الهوا، هرصه دلوقتي معاكم واوريكم هنزينه ازاي، هوريكم كمان فكره السكر البودره هنعملها ازاي مع بعض، او السكر اللي هو الملون اللي انا عاملاه للنعناع. فتعالوا كده نستني بسم الله ونشوف هنبتدي بايه. البس بس كده، لا وشوف انا رايحه النهارده لابسه حاجه غامقه وانا هشتغل في دقيق وسكر والكلام ده، يلا الله المستعان بقى انتم مش غرب، يعني الواحد يحاول يخرج باقل ايه خسائر. طيب تعالوا نشوف مقاديري عباره عن ايه. ادي كيلو الدقيق. ازيك يا كريمه؟ صباح الورد. صباح الورد على عيونك، عامله ايه؟ روح قلبي، اخبارك ايه؟ الالوانات الحلوه شفتي بقى؟ جميل. شفتي احنا قلنا نعمل حاجه. انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي يا روح. ممكن برضو جوز الهند نعمل نفس الموضوع، هتبقى حلو لو حبينا نلون مثلا بسكوتات اللانجشاير البيتي فور، الحاجات دي برضو بتدي الوان حلوه، بتدي الوان جميله في الوقت. جوز هند برضو هيبقى شكله هيدي حلو، هيدي طعم حلو جدا. احنا ممكن بقى نعمل مش جوز هند بس، احنا ممكن نحط لبن جوز الهند في العجن، هتبقى حلوه جدا برضو. احنا بنحاول نفكر كده نعمل حاجات جديده للولاد، وانتي بألف صحه وسلامه يا روح، ربنا يخليكي. انا لسه حالا والله صاحيه قلت لازم تاني، بقالي كام يوم ما كلمتكيش حبيبتي، انتي وحشاني والله على طول، ربنا يفرح قلبك يا روح. تسلمي لي وصباحك زي الورد. كل حبايبنا يا رب بألف خير، وانتي بألف صحة وسلامة يا رب، الدنيا تروق يا رب يا رب. عايزين كده طبق الكحك اللي كان بيروح ويجي على العمارة ده كلها يرجع من تاني يا رب، ان شاء الله يعني الغمة دي تنزاح ونرجع زي الأول وأحسن كمان. طيب ركزوا معايا عملت ايه، هقرا برضه عشان عايزه بالظبط المقادير مظبوط. حطيت ايه؟ حطيت دي، انا بحط النواشف كلها ما عدا البيكنج باودر عندي والخميره، دول خليهم دلوقتي هقول لكم هنعمل بيهم ايه. حطيت الدقيق وحطيت السمسم محمص، لان انا مش هقدح السمنه واخلي السمسم يتحمص فيها، لا انا هحط السمنه بتاعتي دافيه مش يعني مش مقدوحه عندي على النار زي اللي احنا متعودين عليها. طيب معايا تلت كوبايه سكر بودره حطيتها برضه
هنا والسمسم وريحه الكحك وبس خلاص مفيش حاجه ثانيه. حطيت كل الحاجات المواد الجافه دي، هاخدهم هناك اديهم برده تقليبه. المواد الجافه كلها مفيش اي حاجه يعني صعبه. تعالوا بقى هاخدهم هناك عندي اديهم برده تقليبه بالقطعه اللي هي الكي عشان اضمن ان كل المواد اختلطت عندي ببعض. يعني تقليبه بس كده على ما نشوف هنكمل ايه. طيب السمنه عندي اهي، عندي نص كيلو سمنه ومعلقتين كبار. تعالوا هنزلها هدخلها بس الميكرويف 10 ثواني تبتدي تسيح معايا وبعدين انزل بيها على بقيه الحاجات بتاعتي المواد الجافه. انا مش عايزاها تسخن، عايزاها بس تدفى مش اكتر من كده. الكحك اهو مالي مركزه كده. تعملوا شايله، مش لازم تعملوا طبعا الكميه دي كلها، تعملوا يعني كيلو دي هيعمل معاكي كميه حلوه، فانت ممكن بس تكتفي بكيلو دقيق، مش لازم نعمل بكميه عشان يعني ما يفضلش يقعد وطعمه يكون مش حلو. مين يا سباعي؟ ام خالد. ازيك يا ام خالد؟ اهلا وسهلا، ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بحضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك انت يا حبيبتي؟ بخير يا حبيبتي، طول ما انتم بخير والله. دايما يا حبيبتي منوره الشاي. ربنا يخليكي. لو سمحت عايزه اسال على كيلو بسكوت، ما قدرتش. عيني، احنا ان شاء الله بصي من النهارده لحد اعتقد يوم الاحد هنعمل كل شغل العيد، بسكوت وبيتي فور وغريبه وسابليه. قولي لي على بس عشان انا مجهزه حاجتي. عيني، هقوله لك دلوقتي على طول، هخلي اي حته تنزله لك على الشاشه. صباحك زي الورد يا روح قلبي. صباحك يا روح. صباح النور يا حبيبتي، وانتي طيبه يا رب بألف صحه وسلام. طيب هقول لك بقى يا ايه، معلش هتعبك، عايزه تدخلي عندي على مش على الصفحه، اعملي سيرش عادي، اكتبي البسكوت توته مراد، بسكوت اكتبي بسكوت العيد توته مراد. تمام؟ طيب ماشي، عشان بس ايه الحاجات دي بتبقى مقادير وجرامات، فعشان بالظبط تاخدي الحاجه مظبوطه. طيب انا عندي السمنه بس محتاجه تكه كمان تبتدي تسيح وبعدين انزل بيها على المواد الجافه. طبعا يعني بس بقلب، انا مش عايزه اي حاجه ثانيه غير ان انا بخلط المواد الجافه ببعض. اهو تعالوا نشوف السمنه اخبارها ايه. محتاجه حاجه بسيطه كمان نضمن ان كل المواد الجافه بتاعتي اختلطت ببعض. التقليبة كده حلوة والسمنة عندي دلوقتي تسيح وخلاص على كده. طيب بصوا بقى، أنا عملت هنعمل دلوقتي العجينة كلها بيضة، يعني العجينة كلها هتبقى الكحك العادي الأبيض، وأنا هقسمها على ثلاث مراحل. يعني هقسمها إن هي تكون جزء بالفراولة وجزء بالنعناع وجزء السادة خالص بدون أي طعم. فأنا قسمت دول أهو، تمام أهو كده. هقسم كمان دول عندي هنا، احط في كل حته يعني في كل بوله عندي احط شويه من البيكنج والخميرة عشان اكون ظبطت. اهو ادي شويه بيكنج اهو والخميرة، هكذا شويه من الخميرة. تمام كده، عايزه تخلي اللبن كله كوبايه اللبن وبعدين يعني تقلبي فيها الخميرة والبيكنج باودر وبعدين تقسميها على ثلاثه، مفيش مشكله. اهو تقليبه كده، وهقول لكم انا ليه حطيت اللبن ساقع ما حطيتوش دافي، هقول لكم دلوقتي ايه الفكره من الموضوع ده. اهي كده عندي السمنه تمام التمام، يا دوبك دفيت، ساحت حاجه بسيطه ما قدحتش. يعني الشكل ده بالنسبه لي مظبوط كده. ننزل بقى كده نسمي بسم الله وانزل بيها هنا. الخطوه دي اهم خطوه، يعني اهم خطوه يمكن في مراحل الكحك كلها. ليه؟ لو انا ما خدمتش هنا العجينه بتاعتي مظبوط هتشقق معاكي. وهقول لكم برده الاخطاء اللي ممكن نقع فيها واحنا شغالين. اهو ما عندكيش عجان هتعملي بايدك مفيش مشكله، بس طبعا المده هتطول. يعني انا المفروض عندي هنا يقعد مثلا من 3 4 دقائق 5 دقائق اقصى حاجه لحد ما يبتدي يلم معايا ويكون حلو. ما حطيتش لسه الماده السايله، بحطها في الاخر بعد ما يتعجن كويس جدا. انتوا هتشوفوا دلوقتي هيبتدي يظبط معايا ويلم ويبقى شكله يعني تمام التمام. طيب تعالوا بما ان انا لسه قدامي شويه هنا، تعالوا نقول الاخطاء اللي ممكن نقع فيها واحنا بنعمل الكحك. الكحك بيشقق، في ناس تقول لك لما باجي اضغط بالبصامه بتاعت او الختامه او المنقاش الاقي كحك شقق من الجنب. طب ده عيب ايه؟
ده بيكون ما تخدمش كويس. يعني العجينه سمنه مع المواد الجافه لازم تتخدم كويس جدا جدا. طيب بيقول لك ان انا بعد السوى بلاقي ان السمنه او الماده الدهنيه بتاعتي خرجت، ده كده عيب دقيق، الدقيق بتاعك نطر السمنه بره او الزبده بره. يفضل طبعا شغل الكحك يتعمل بسمنه عشان الزبده بيكون فيها نسبه ميه فهتنشف معاكي الكحك شويه. فانا بفضل بصراحه دايما السمنه تكون مع الكحك. بسكوت، بيتي فور، سابليه بياخدوا زبده، لكن كحك عندي احسن حاجه ليه السمنه البلدي. السمنه البلدي طبعا سعرها عالي. هنعمل ايه؟ خدي جزء سمنه بلدي، يعني حتى لو هتحطي 500 جرام سمنه خدي 100 جرام سمنه بلدي مع 400 جرام سمنه نباتي عشان تاخدي الطعم والريحه بتاعه السمنه البلدي حتى لو بنسبه قليله. فيعني ضروري نحط حتى 100 جرام عشان يديني طعم حلو. انا عايزه بس اوريكم، هوقف الصداع اللي عندي ده واوريكم شكل العجينه. بصوا هو ده اللي عندي مظبوط. انا لو جيت دلوقتي اهو، هو لسه ما خدتش الماده السايله، خدوا بالكم، جيت حتى شكلتها قبل الماده السايله، بصوا ناعمه ازاي، طريه جدا جدا وناعمه زي الفل. تعالوا بقى نكمل تقليب فيها ونكمل المشاكل اللي احنا بنقع فيها اثناء تسويه الكحك. طيب الكحك عندي لازم دقيق ضعيف، يعني دقيق الكيك يمشي، دقيق البسكوت طبعا اللي هو اساسي بيتعمل بيه حاجه العيد يمشي حلو جدا، لكن الدقيق المخبوزات ما ينفعش، هيعمل عرق للعجينه، هيخلي السمنه بتاعتي تخرج بره او الزبده او اي حاجه من شغل العيد. فضروري جدا جدا استخدم دقيق ضعيف او دقيق خاص بالكحك والبسكوت او دقيق الكيك، لكن دقيق المخبوزات هيبوظ لك الكحك ويبقى حرام. احنا حاطين سمنه وحاطين مكونات غاليه، فبالتالي اعمل حاجه حلوه لحد الاخر. فيعني ان شاء الله تمشوا على المقادير دي، سهله جدا جدا وما فيهاش اي مشكله، يعني الموضوع بسيط. حتى الناس اللي لسه مبتدئه عمالين يبعتوا لي على الرسايل، يعني عملوا ما شاء الله، حتى طلعوا البوستات بتاعتي من 2013 لقيتهم بيطبقوا وبعتين. فيعني خدوا الخطوه وامشوا واحده واحده، وان شاء الله يا رب تطلعوا احلى كحك في الدنيا.